حكومه امير المؤمنين ببقيه الحكومات التي كانت في ذلك العهد الحكومات غالبا يستخدمون كل وسيله للبقاء الهدف هو البقاء هذا هو انا قاعد على هذا الكرسي يجب ان اظل في هذا الكرسي هذا هو المنطق المقام لا يفهم الحق والباطل حق باطل مو مهم المهم أبقى هنا أنا. أبقى في هذا المكان قال معاوية حتى يكون مهري يعني خاتمي مكان خاتم علي أنا أختم أنا أختم مو علي هو الذي يختم صلوات الله على علي هذا هو الهدف هسه شنو يجي لتحقيق هذا الهدف أي شيء يجي لتحقيق هذا الهدف من حلال وحرام ومنكر وباطل وحق مو مهم الهدف والعياذ بالله هو المقام هذا منطق كثير من الحكومة منطق كثير من السلطات المهم أن أبقى هذا هو الهدف ولكن عليا صلوات الله عليه لاحظوا هذه الكلمة والله الإمام يحلف ولا يحتاج إلى حلف لو أُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها هذا الملك العريض هذه الحكومة العريضة هذا المقام في شنو؟ في كذبه مو في كذبه. قال له ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. الامام قال: اما كتاب الله وسنة نبيه فنعم واما سيرة الشيخين فلا، ما اقبل سيرة الشيخين. انا اقبل سيرة النبي صلى الله عليه واله، ما اقبل سيرة واحد اخر. سيرة النبي هي الحجة. موسيره زيدا وعامر كذبه واحده فوت كل ذلك الملك راح راح خلت رو الخلافه تروح خلت تروح لا يهم المؤمن ذلك المؤمن حدي في مواقفه ليذهب الملك فليذهب لتذهب الخلافه فلتذهب ليذهب المال والثراء فليذهب إذا أنا ما أكذب في هذه المعاملة ما أربح في التجارة، لا تربح في التجارة، مو ضروري تربح في التجارة. إذا أنا لا أكذب في المعاملة لا أخوش لا أخدع ما أتمكن أعيش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مو الإمام يتنازل عن هذا الملك العريض. مقابل ان لا يكذب، يقول والله اكثر من هذا لو اعطيت الاقاليم السبعه بما تحت افلاكها على ان اعصي الله في نمله مو يقتل نمله وانما اسلبها جلب شعيره كل هذا الملك العريض مقابل تجي الى نمله وتسلبها جلب شعيره يا علي تقبل؟ ابدا ما اقبل يروح الملك خل يروح الملك تروح الاموال خل تروح الاموال ما فعلت وان دنياكم هذه كل هذه الاموال كل هذه الثروات كل هذا المقام والجاح لأهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها شايفين الجراد في الساحات والأسواق والشوارع لعله جرادة في فمها ورقة تقضمها شنو قيمة هاي الورقة عندك شنو قيمتها أي قيمة ما لا تلتفت إلى هذه الورقة وقد لا تلتفت إلى تلك الجرادة ما لها قيمة لا الجرادة لها قيمة عندك ولا الورق هذه الدنيا كلها مو الكرة الأرضية كل الدنيا وإن دنياكم هذه أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذه لا تقل، شنو قيمه هذه الدنيا في نظر علي صلوات الله عليه؟ شنو قيمه هذه الدنيا في نظر اتباع علي صلوات الله عليه، شنو قيمة ما لها قيمه. ذهب وفضه كلاهما عنده حجر، ما كفر. السيد البروجردي رحمه الله عليه كان يقول مهما كان في تواضعا كان يقول مهما كان في من النواقص. ولكن انا مطمئن المال ما يغيرني ما له قيمه المال عندي المرجع الاعلى كان في زمانه والملايين كانت تنهاله ما تغير حتى الى اخريات حياته كان يعيش عيشه متواضعه كان عنده ملك ما ادري في بروجيرت شنو كان عنده كان يتعايش من ذاك الملك وعاش عيشه متواضعه والان روحوا شوفوا بيته في قوم بيت متواضع بيت عادي من البيوت، كان يتمكن يمتلك الملايين والبيوت والعقارات ما لقي قيمه. قال انا مطمئن ان المال ما يغيرني. هذا من يسير على نهج علي صلوات الله عليه. ما لعلي ونعيم يفنى ولذه لا تبقى. نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل هذا اللي يهتم بهذه الدنيا الشخص اللي الدنيا تجلبه إلى معصية الله حقيقة هذا عقل نايم نعوذ بالله من سبات العقل بعد يوميا يموت بعد يوميا ينتهي يوميا في هذه السنة احنا الآن في أخريات السنة الهجرية قد ماتوا من أصدقائنا من أحبابنا من أقربائنا بعد يومين واحد يموت واحد يبيع اخرته ليومين على مد فلس على مد مقام يحرق اخرته لذلك نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل وبه نستعين <applause>